سينو صغير. الله الله لاباس عليك. الله الا كلشي مزيان كنشوفو في وجهك الكريم، هادي احسن حاجه. الله الا توحشناك اصاحبي. الله الا تنا ليك وحشه. الله يتحشناك. كبرتي بزاف انا صغير. لا 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 والله الا موجود. ايكويزا ايكويزا ودي ايكويزا. لا لا كبرتي درتي العاقه ولا هضرك شي حاجه تقلب عليا. انا اللي صاحبي كتب لي كضحك اصاحبي واش ما صايمش. والله الا دخلني الشك اصاحبي. شوف نقول لك واحد الحاجه، الله يقول لك اكثر شاحد اكثر عشان تذكر هذوك الريلز. الريلز لا الريلز. شوف اكثر واحد، اكثر واحد كتشوفه كيضحك، اكثر واحد حزين. يا شكون هو اكثر واحد كيضحك؟ لا لا اللي كيضحك بزاف كنعرفوا انه حزين من الداخل. هذه راه نظريه كيقولوا عليها حقيقيه. ماشي اللي كيضحك، اللي كيضحك اللي كيبغي يضحك الناس. اش بان لك انا اش كندير انا؟ شكون انت زعما؟ ماشي عليك الحزن صراحه. كتبان لي ديما وكنتلقى بك، كنتلقى بك بعيد على على الراديو كتبان لي ضحك. الحمد لله الحمد لله. واحد اخر يكون ضحك اخويا. لا لا ولكن ماشي ديما. انا شكيت قبل رمضان كدير شي حاجه، ولكن رمضان صاحبي ضحك هذه راه صعيبه. انا ديك تقول اش كندير اخويا؟ ما عرفت ما كندير والو، ما كندير والو. انت اخويا باش يقعد يشيل الحياه لعيبات اللهم بارك. قبيل كدويك على هادشي راه ما شاء الله. انا قلت لك فيلتر محطوط قدام. فيلتر حنا لي زانفلونسور ديما صافي اخترعوا لنا فيلتر كنخرجوا به. دابا درتي فيلتر ديال الحياه كيفاش كيجي معاك انت؟ انا وجهي شبه منحرف ما كيشدش فيه فيلتر اصلا. واش يبون عارف كاينه دابا؟ الله يكبر هادشي باش كيعجبوني صحابي كبروا بيا. ولكن درتي عقلك بزاف غنوصير. واش نقول لك اصاحبي؟ راه الدنيا الدنيا تكذب حتى راجل كبير عنده 66 عام وصافي. حنا الشلوح كنقولوا تا دونيت. تا دونيت؟ اه اخويا ما دريت. يحرى يحرى يحرى. كدير كدير بشلحه مزيان شويه. سنتي اش الحياه؟ يميك 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 سيميك. يميكس يميكس دارو ميكس هذا صحيح. يميك سيميك كيفاش يميكس؟ كنعرف واحد لا ميكس هذا الناس تاع الراديو عالم. لا الناس ديال التلفازه كيفاش دايرين؟ شوف كنعرف واحد الاغنيه ديال هندي زهره كتقول لهم يميك سيميك افوز حفوز وين دوينو قلبي راه مفتول. الله الله الله. نزيدك عاوتاني نزيدك اوي دائما اوي دغرم زيد ينسين كرات كرات ينسين ما عرفتش ينسين. لا لا كتقول شي المهم عندك لاباز. كاينه كاينه لاباز كاينه لاباز. مي فراسك شي حاجه كتعجبني بزاف وباغي نتعلم شلحه. انا هو دا شلحه هو دا شلحه وزعما بارفوا كتلاقى مع شي كبغي نتعلم شلحه كتجيني اللغه واعره. اللغه واعره. انا كتعجبني الشلحه وكتعجبني الريفيه. ياك الريفيه كتجيني حتى زوينه بحال التركيه. الريفيه الريفيه زوينه الريفيه. انت من الاصل ديالك؟ ما عرفتش. وبعد عرفنا النص ديال لا 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 واش قلت الاصل ديالك؟ ما عرفتش. المغربي كازاوي حقيقي. لا لا ما كاينش واحد ما يعرفش الاصل ديالو. لا بيان سيغ. انا من 2 بعمران. واش 2 بعمران ولا ايت بعمران؟ لا لا حيت انا من ايت بعمران. اسمح لي نعيط لخويا. والله حتى كنضر معاك بالله. والله حتى صعيب تلقى شي واحد ما عارفش الاصل ديالو. كتلف ليا ديما والله الا كتلف ليا ديما. انا ديما تقول لي 2 والله الا كنهضر معاك نعيط الشوكة. اش نقول لك؟ 2 ايت بعمران. 2 ايت صعيب صعيب. ومي شوف جيت دكالة في دكالة. يعني دكالة. انت عربي؟ عربي انا عربي. تبغى تعرف واش عربي يشلح؟ انا عربي انا عربي انا. الله يودي الله يودي عربي. ولكن فهمتي من كازا زعما من كازا دوريجين. واش هاد كازا عندكم عقدة من كازا؟ واش فراسك واحد القضية؟ نقول لك واحد القضية. وي الدار معايا. لا لا حدانا واحد السوق كيبيعوا فيه واحد اللعيبات. اوكي اوكي دوزو دوك الناس اللي جايين من مدن اخرى كيكونوا ساكنين في كازا. عرفتي داك البياع الشرعي اش كيقول لهم زعما؟ كيبغي يقنعهم هاد السلعه كياخذوها كازا ويلا كازا وكاع دوك اللي كيكونوا جايين. عرفتي كيتجوجوا كاع دوك اللي جايين من ايش بعمره. مزيان واحد يفتخر بالمدينه ديالو ولا لا؟ وي ومتكون كازاوي راه عرفتي نسجن فيها غدا. تكون كازاوي دوريجين. وي صراحه. وي ومتي فحنا ماشي كازاوي. انت شكون؟ انت انا كازاوي زديت في كازا ولكن هو كازاوي. كازاوي زديت في كازا. كازا شوف علاه ما كدافعش على كازا. لا لا بالعكس كنموت على كازا. وسبحان الله سينو صغير. لا لا وليت في التجاره الالكترونيه وليت كدفع انا وليت التجاره الالكترونيه ولا اي كوميرس زعبي ثم لا خويا نقولوا التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه عندناش اخويا مع الفرنسي. اي كوميرس اي كوميرس واه الدراري اللي كيديروا اي كوميرس دابا كسموا اي كوميرس اي كوميرس اي كوميرس شحال شحال كتربحوا كاع في الاي كوميرس؟ نقول لك الاي كوميرس باش زوين هو انه ما عندوش محدوديه. تقدر تربح اليوم بزاف تقدر تربح شويه على حساب انت والخدمه ديالك. يعني ما كاينش واحد صالير ولا واحد لعيبه. تقدر اليوم تربح 1000 درهم تقدر تربح 10000 درهم تقدر تربح 100000 درهم.
انت والشطاره ديالك انت وكميه المبيعات ديالك انت فهمتي كيخص ضروري مثلا باش دابا انت نهار الاول قلت انايا ما بقاش نبغي ندير شي ديال انستغرام وماشي بقاش نديرو غنديرو ولكن ما غاديش نبقى معول عليه ياك ملي درتي كان خاصك ضروري انك راس المال باش تبدا والله الا بديت بزيرو درهم كيفاش زيرو درهم انا وحق الله العلي العظيم الا بديت بزيرو درهم انا يا السيده اللي كتصنع هاد البرودويات اللي درت دخلت بحلاوه اللسان ديالي والجمال ديالي انت والله قلت لها شوفي تعاوني مع هاد الوليد راه باغي نوصل وباغي هادي قالت لي اقسم لك بالله عطاتني البرودويات هذيك الساعه عطاتني 100 حبه من كل برودوي قالت لي سير تبيعهم عاد باش يجي يخلصهم هكا كانت البدايه ديالي شنو قالت لك شنو سير تبيع سير تبيع هذيك البرودوي وجي سير تبيعهم عاد باش يجي يخلصهم سميتها السيده هذه سناء سناء صافي نرجوك على الانستغرام باش عندك نعطيك المرتبه كاع صافي قلت لهم ما درتش برودويات والله لا مسكينه دارت معايا دارت معايا في ورجعت خلصتها وباقي كنتعامل مع دابا 3 سنين 3 سنين انت كتعامل معاه 3 سنين وانا كنتعامل معاه ودابا هي كتجيب لك علاش دابا دابا مثلا دابا هي كتجيب لك سلعه ياك ماشي كتجيب سلعه هي كتصنع سلعه هي كتصنع سلعه وانت كتبيعها انا كنبيعها وي كنبيعو في الاوفلاين وفي الاونلاين كنبيعو في لي بارافارماسي لي بارفيمري كنبيعو في المغرب كنبيعو في الكويت كنبيعو في الامارات كنبيعو في قطر واخا علاش دابا هي ما تبيعش راسها وتهنا وهي هي واش دخلك انت في هادشي كامل لا ومشي اي واحد اي شركه مصنعه كو كتبيع هي ما يمكنش خاصها دابا ديزانترميديير لا وهي كتبيع لبزاف ديال الناس هي الربح ديالها في الكثره ماشي في الربح ديالها تبيع بوحدها دوك فهمتي مزيان مزيان وكنت داكشي ديال تبارك الله السيد راه هي سفيره الكوسميتيك في افريك وانت سفير النووي الحسن انا سوير الضحك ندير الضحك في راسي ولكن دابا واحد القضيه باش كت حدا مثلا ملي كتكون كدير اي كوميرس تبارك الله مثلا عندك واحد لاباز واحد القاعده جماهيريه ناس بعينك واش كتدخل شي فشي جوغ مثلا واحد كتجيو البرودوي جربتو ديرو يعني اش كتخصك انه مثلا تخلص من داك البرودوي باش انك دير له اشهار ولا داك البرودوي جايك ديجا وكتقول صافي يعني ما فيها باش ندير ستوري فابر واش على راسي على البرودوي ديالي راسك نعطيك نفتح لك شهر هذا مثلا دابا انا كنصنع لك دابا انت كدير الاي كوميرس ياك مثلا انا كنصايب لك مثلا هاد القلم هاد السيرو مثلا يعني بلاص باش عندك السيرو عندك بزاف ديال السيروات وغادي نجي وغادي نقول لك شوف اسي نصير نقول لك انت لا انت تقول واش هذا غنوض دير ستوري فابور باش الناس نوضو يشريوه والشركه تخدم مزيان ولا خصهم يخلصوني وما تسوقيش فيهم لا لا خصهم يخلصوني شنو دوك ستوري ستوري دوك حتى كدير اخرى قد ما كتخدمها كدير خدمه خصك تخلص عليها بيان سور شنو وشنو شوف دابا دابا خصك تفهم واحد القضيه ماشي خصك تفهم انت راه فاهم انت اصلا راه في اللب ديال الموضوع شوف واحد البلاصه كيتصنتوا ليها الناس وكيشوفوا فيها الناس اي حاجه كدوز فيها كتخلص سواء كانت تلفازه سواء كان راديو سواء كان انفلونسور علاش لان هاد الناس اللي كيتصنتوا دابا اليوم الجدائف ام شدائف ام خدمت عليهم واحد المده باش ولاو عند هاد الجمهور القاعده الكبيره كيف ما انفلونسور ملي كيبدا كيبقى تولي عنده ديك القاعده كيبقى يحاول يدير بزاف ديال الكونتوني باش يجمع دوك الناس يتفرجوا علاش انا غنجي واحد الشركه اللي هي راس مالها كبير وندير لها اشهار فابور باش يشوفوك الناس اللي انا جمعتهم والتعب ديالي خصك تخلصي على قبل يشوفوك دوك الناس فهمتي هنا كيبقى الانفلونسور واش عنده مصداقيه انه غادي يجرب هذاك البروداكت قبل ما يدير ليه بوب ولا كيطمم بحالي طماع انت لا لا والله شوف اقسم لك بالله العلي العظيم اخويا راني ما كندير اشهار حتى كتكون شي حاجه فريمون واعره والناس كيعرفوا هاد القضيه متاكد انا صاير وحق الله العلي العظيم متاكد خصوصا 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 في المجال شي حاجه اللي هي طبيه اللي كتكال ولا كدار ولا كتابليك على الوجه كيفاش طبيه كتكال السي نصير هادشي واشنو زعما شي شي كومبليمون اليمونتير شي تخربيق ممكنش علاش لان كتبقى لي ماش شي واحد طرا لي شي حاجه راه غتولي انت اللي في المشاكل صعيبه بزاف راه مسؤوليه كبيره وكاين واحد النوع ديال الناس ما عندهمش الضمير يعني ما كتلقى منتوج ما فيه ما يتشاف حالته كيبغي يقول لك الناس زوين واعر كذا وكذا سورتو البنات كيديروا الحوايج هادو ما كاينش وحدين وش وحدات تبارك الله عليهم لي برودوي ما زوينش كتقول لي ما درتش لي ستوري دونك هذيك الفلوس اصلا ما غادي يغنيوها في والو وما غتزيد في حتى شي حاجه لي برودوي كدير جينيرالمون نتايا شنو هما لي كولابوراسيون اللي كدير لي برودوي انا كندير كلشي الحلال مبين والحرام مبين لا لا كندير كلشي انا والله الا من داك النوع اللي اي زعما بوبليسيتي جاتني كنديرها ديال الدراري بيان سور ديال الدراري ديال الدراري ولا ديال الدراري انا كنهضر انا الحمد لله مسيني مع شركات كبار
زعما شركات مشروبات غازيه، تليفونات، تبارك الله، بزاف ديال الحوايج. فينيسيوس ضروري ضروري، ولكن كروس معنا ابراهيم دياز بيان سيدي سيدي اليوتيوب يشهد سير سيدي سير. ولكن ملي كيجيو دي كولاب زعما ديال شي ريستو وشي لعيبه كنديروها، لان هذا كيبقى خدمه فهمتي. كطلب الثمن قالوا لي انت؟ لا لا والله ما كنطلب الثمن، واللي ما عندوش والله الا كندير ليه اشهار فابور ياك، اقسم لك بالله العظيم. دابا دابا انت دابا انا درت شي اشهار، واش كيدخلوا داك الناس بصح بصح كيدخلوا بزاف كيستافدوا؟ كاينين جوج الحوايج، كاينين واحد النوع ديال الناس اللي كيديروا الاشهار باش يدخلوا الناس يشريوا من عندهم، كاين واحد النوع اللي غير كيبغي داك الانفلونسر ولا الممثل ولا المغنيه كليماج انها راه كتستعمل داك البرودوي ديالو، وهمو غير داك غير داك الفيديو ديال ان هذيك فلانه راه كتستعمل البرودوي ديالي. فهمتك. لان راه ما كايناش شي شركه غتخدم مع انفلونسر وغيطلع شي فرد افير ديال زعما غيدخلوا الناس وغيشريه وغتنوض بالبال من غير زعما لي انفلونسر ديال امريكان وديال كايلي وكارديشنز وداكشي، لان كريستيانو وكذا هذاك يتابعوا من الملايين ديال عباد الله. اما مثلا واحد ستوري كيتفرجوا فيها 70,000، الا شريت من عندك واحد 200 300 خصك تحمد الله وتشكره فهمتي. اوكي كانت لو شيف مثلا 200 300، انت كيوصلوك ذا كيوصلوك مثلا لي ستاتستيك ديالك، يعني كتشوف الناس مثلا ملي كدير ستوري كيرجعوا عندك وداك اللي تعاملتي معاهم تقول لك راه شوف راه الناس دخلوا عندنا شراو من عندنا. كاينين الناس خدمت معاهم دابا عام باقي كل 3 مو كيعاودوا معايا كولابوراسيون، كل 3 مو كل 3 مو كيعاودوا معايا كولابوراسيون. دونك هادشي كيبين انك انت نقول لك علاش. لان ملي كيدير معاك واكولا مثلا في شهر واحد، علاش كيجي كيعاود معاك كولا في شهر 4؟ لان زادوا ناس جداد في لو كونت ديالك، يعني كيسيب لي هذوك الناس اللي زادوا جداد في لو كونت ديالك. سافي سافي، وهذه مساله مزيانه هذه. وشوف هي دونو دونو مساله زوينه، هو كيستافد شويه وانت كتستافد شويه، لان كل ما كانوش الناس كيستافدوا من هذا الشيء راه ما غاديش يكملوا في هذا، لان هذه كتبقى خطه في الماركتينغ فهمتيني. انفلونس استراتيجيه راه كتبقى بحال هكا. واخا شحال نسبه ديال ليفولوسيون والديفلوبمون ديالك انت؟ نقدر نقول من نهار بديتي انستغرام حتى لدابا شحال تطورتي نصير؟ شحال تعطي في 100؟ انا من نهار الاول مطيور. شنو الثقه اللي عنده هذا السيد هذا؟ والله انا عجيب بصراحه. مطيور من صغري مطيور. شوف انا كيجيني الانسان ما حدو باقي جون وكيعول على راسو وهز راسو فهمتيني؟ انا كنشوف راسي غادي في واحد الطريق الحمد لله مزيانه، سي فغي كنغلط بحالي بحال الناس، كديني الدنيا بزاف د الاوقات، ولكن كترجع فهمتي. اهم حاجه هي انك غادي في طريق كتشوف راسك عام على عام كتزيد قدام. صافي غادي نرجعو نتكلموا، حيت غبرتي في لا كوميدي وكنتي كدير فيديوهات بزاف، يعني انت بين نقدر نقولوا الناس الاولين اللي كانوا كيديروا مثلا بعض الادوار كيديروهم تيقلدوهم. غبرتي فاش توحشتي هذا الشيء شويه نصير؟ ماشي غبرت، انا باقي كنلوح زعما ماشي بنفس الوتيره. الوتيره ما نكذبش عليك، شوف لي ريزو سوسيو في الاول في عقلتي نهار كانوا بحلاوتهم، كانوا بحلاوتهم كانوا بحلاوتهم. واش عقلتي نهار نسمعك في شاد اف ام؟ الله يهديه. اول مره هذيك الوقيته اول حاجه ما كانش تيك توك، كان باش تشهر في انستغرام كانت شي حاجه عندك دير فيديو صافي كيطلع. كانت عندك 100,000 شي حاجه. تيك توك خلى بحال بزاف الناس يطلعوا دغيا، ولات واحد المنافسه، وبحال قلتي توسخ هادشي توسخ ان بو، وما فهمتي بحال صافي. سي فري سي فري. انت كدير عندك تيك توك كتدخل لي مره؟ عندي نص مليون كيتابعوني. ضروري الله ودي. ما كاين لا كاين لا كبيس ولا والو. لا لا ما كرهتش صراحه، كيبانوا لي اصحابي اللي في تيك توك يديروا كبيسو بشو بعيد. ما كنتش تتكبسو والو. حليت واحد النهار لايف ما وصلني لا سبانو، قلنا صيفطوها شي ضبع اصاحبي صيفطوا شي حاجه والو. لا قول شي، شنو قلتي شنو قلتي؟ انت شكون؟ انت شكون؟ انت قلتي انا معلقه ولا قلتي؟ لا لا انا ما لا لا انا ما معلقه ما والو، بالعكس حليت لايف قلت زعما انا نحاول ساعه داك الشيء عندهم مالي صراحه. انا سماك ما قدرتش. صعيب صعيب تدخل لي انت باش تكون عرفتي باش تبان لي عندك تدخل لي انت. انا كون درت راسي في تيك توك ندير منه فلوس. دابا كون قلنا لك دابا شوف قلنا لك دابا مثلا عند 10,000 درهم نقول انا مقلع. بلا 10,000 درهم فابور، انا مقلع انا مقلع انا لا 10,000 درهم لا. ولكن شوف نقول لك واحد القضيه خويا، انا شوف اشوف انا طاجين انا طاجين انا طاجين وكون درتيها كون درتيها انا بوطا انا بوطا لا انا طاجين بقيتي نيت. شوف نقول لك واحد القضيه، شوف هي الشبهه خايبه ترى ماشي خايبه ترى الشوهه وفتا شوهه، ولكن ملي كنجي نفكر كنقول بعدا هذا الشوهه ودار الفلوس فهمتي. كاين اللي تشوهه ومدار والو، لا كاين اللي غيتشوه، لا كاين شوف حشومه كاين اللي غيتشوه وغينسى ما يبقاش عاقل الناس عاقلين الليل، ولكن الانترنت راه تخيل ما يتكبر دابا تخيل تكبر سمعوا الطاجين دابا تخيل دابا انت طاجين غادي مع ولادك تقول لك الطاجين ولادك قبل دابا ولادك يجيب لك فيديو بابا شوف درت فين الضحك شوف حشومه انا طاجين انا ما قلا انا كذا. دابا تخيل غادي تكون غادي مع ولادك ويقول لك بدو عيط عليك الدراري الصغار الطاجين باش تحس وين هذاك الطاجين باش كبرتكم كبس كبس ايه هلا والله هلا كبي معاك. لا لا والله تشوف والله اللايفات صعاب ما ساهلينش خصك تقلي كامل سهران بيان سيغ صعاب والله الا ما شوف حاجه اللي كما تقولوا
هذه الحاجه اللي كتجي موراها يعني ديك كتجي موراها الدل وكتجي موراها لا يعني بصح بصح قله العفه وقله الاحترام لانه زاد يعني بفكر صح حوايج انه كيكون قله الحياه اللي كيكونوا ولا تقله الحياه دونك ديك الحاجه ما غتغنينا ما عندنا ما نديروا بها. ولكن السؤال واش نلوموا دوك الناس اللي كيديروا داك الشيء ولا نلوموا الناس اللي كيشجعوا كيتفرجوا في داك الشيء؟ لا هو اللوم على لي دو بارتي. انا بالنسبه لي الراي ديالي يعني المتواضع لوم دو بارتي لانه انت يعني بريميرمون كدير شي حاجه الا كنتي كديرها فخصك تحمل المسؤوليه ديالك لانه بغيتي تشوف كونتوني زوين غدير كونتوني زوين. اما شنو قلت تيك توك راه كله خايب في غير كبيسور لا ما كاينش غير هادشي. تيك توك راه فيه واحد الكونتوني كتلقى بارفو دي لايف ديال الناس كيهضروا مثلا في دي سوجي اللي ثقافيه سياسيه رياضيه وكتقام يعني عندهم البروفيل ديالهم ولكن انت شنو باغي تشوف حيت هو الالغوريثم داكشي اللي كتبقى تتفرج فيه ولا كيبقى يطلع لك كيبقى يطلع لك اكزاكتو انت شنو كيطلع لك انا كيطلع لي هادشي شو ها كبيسو تبارك الله لا 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 شنو صحت بها غلطين. انا عندي انا تيك توك عندي كان يعني كندير فيه فيديوهات غير ديال الضحك ديال يعني ديال الخدمه ديالي ماشي حاجه اكثر من هكا ما كايناش. مي ما نرجع لك عاوتاني انه بالنسبه للناس انا كنشوفوا اللي كيبقى فيها سي كنشوف انه الناس اللي كيديروا ديال لايف كيطلعوا بزاف وما حدك انت فاللوم كيبقى على داك هذاك اللي ما عرفت فين كاين في شي بلاصه وكيدعم عنده الفلوس وبارك كيدعم وبارك يصيفط فلوس فكيخلي بزاف ديال لي جون وسورتو دراري ودريات صغار كيبغيو والناس راه ما فاهمينش. شوف دابا هذاك الدعم كيكون دعم وهمي واش فهمتي وتاخذوا تيك توك جوبونس واحد 70% من كياخذوا تيك توك 70% وي هذاك راه كيكون دعم وهمي. واش فراسك القضيه ناني تيك توك شنو كيدير دابا انت ملي كطلع لايف كتكون كيكون عندك واحد الموديراتور كطلع لايف كيبدا يوصلك دعم وهمي. شنو هو كيبدا يوصلك اسبوعه باش الناس كي بحال قلتي كي كيوليو حتى هما باغيين حتى هما يعطيوك عرفتي ديك اللعيبه بحال دابا ملي كتكون في شي كباري وكيقول الكباري كيقول الناس شوف انا نعطيك مليون ونرد لوحه لوحه المليون على هذه باش الناس كيقولوا هاي 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 هذا هو لحم مليون كينوض كلشي كيبلي اللوح فهمتي دونك فعلا كت تشجعهم ولا كت هذاك كما تقول كت بحال الفخ والله عندي خبره في هذا الشيء. انا شوف انا الشيء ديال سميتو نعاونك دابا جاك دابا جاك اسبوع وهميين ما جاني لا وهمي لا حقيقي حتى شي حاجه ما جا والو والله ما جاني والو ندير ولا نديروش لايف انا وياك نديروش لايف انا وياك وانا بوحدي وما جاني ما جاني والو ملي طلع معايا انت الله يتقطعك. دابا انت كدير تجاره الكترونيه إيه. ثق بيا اخويا نصير الا درت تيك توك كتولي دير سعايه الالكترونيه لا لا لا, لا. ومازال يمكن معكم دائما لا شد اف ام. مرحبا بكاع الناس اللي كيسمعونا فين ما كانوا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن تحيه كبيره لكم وجيسبر ان شاء الله انكم تكونوا كدوزوا ان تري بون ويكاند في المواعيد ديالكم الاسبوعي. فاني مع ناني دائما كل سبت وحد من 3:30 حتى 5:30 برنامجكم فاني مع ناني. ومازال الضيف اللي حاضر معنا نصير مزراوي نصير خلفان عندك نية خليجية عندك داكشي ديال رمضان نصير مزراوي ما كنعرفش مزيان السي نصير نسيتو نصير سبحان الله يقدروا اما يكريتيكيو يا اما يقدروا علاش؟ علاش؟ بحال مزراوي مالو مسكين مسكين ما لعبش بزاف في كاس افريقيا كريتيكاو الناس عادي 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 هذا هو اللعاب مسكين. النهار اللي كانوا لاعبين مزيان كانوا عارفين الحال النهار اللي كيزبروا كنسبوهم يمكن لا سي فري سي فري. وشوف زعما واحد واحد ستوري دابا انت عارف اين بوليس ندير ندير واش ندير ديك الال كبيره ولا ديك شنو البوليس كتعجبك انت؟ كلشي مزيان خايبه بلاش خايبه داكور دير شنو ندير انستغرام شنو داير؟ انا نصير مزراوي نصير مزراوي الكوميديا ديال رمضان سي نصير نسولك واحد الاسئله كيسمعوك دابا مالين الدار كيسمعوك؟ والله ما عرفت طلع الوالده تلقاها في الكوزينه دابا كت وفي الكوزينه تبقى كتسمع علينا يمشي زوينه هذه ماما في الكوزينه تكون كتسمع علينا واريك شي بدا كاين تبارك الله عليك علاش باسكو كتبع ستوري ديالك وشكون البارح مخرج الوالده وتراتي فيها ضروري 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 كدير دار العفريته ضروري مره مره ضروري سي بيان. غادي نسولك بعض الاسئله ولكن جاوبني بصراحه سي نصير سير هذا فاني معناني حنا ما تخبيو معاك حنا ما تخبيو والو على المستمعين يلا سير يا سلام نيني سي نصير واش صح قال لي انه الثروه ديالك وصلت مليون دولار مليون دولار شحال فيها 400 ريال بينك شوتين واش اش غتطلق عليه صاحبي واش مليون دولار صاحبي مليون دولار مليون دولار غندير قول لي اش ندير مليون دولار صاحبي كراني دابا فين غتكون في حي مولاي سيد الدار الله سد عليها في شباليزه مريح شنو اغلى اغلى مونطون درتي شي كولابوراسيون يعني شي رقم اللي تفاجئتي فيه ماشي تفاجئت به اغلى مونطون كان ديال هذيك الشركه اللي قلت لك ديال المشروبات الغازيه كان عقد ديال عام 21 مليون عقد ديال عام شركه الغازيه كنا حنا سبعه ديال ليزانفليونسوز سبعه ديال ليزانفليونسوز كنا سبعه ولا سته ديال ليزانفليونسوز 21 لواحد
ما عرفتش الاخرين شحال شدوا ولكن كانوا معنا كانوا دي انفلونسور صحابي صافي yeah. شهراف كانت لوبينات كانوا بزاف كنا في نفس الاشهار باقي على اليوتيوب داكو كل واحد 21 قلت شي 21 لا انا خديت الكونطرا ديالي لي كونطرا ديالهم هما ما عرفتش يقدروا يكونوا اكثر مني يقدروا يكونوا اقل مني ما عرفتش كيفاش كبلي زعما اوفر بزاف زعما رقم كبير هادشي بالنسبه للعام الدرجه وجه رخيص عندك ولكن راه كنهضروا على شركه عالميه راه الشيفر دافير ديالها كيتقام ماشي بالملايير كيتقى بالبلاير شنو المعايير اللي خلاهم يعزلوكم نتوما مثلا ما عرفت صراحه والله ما عرفت دابا صافي شرف تقدروا فهموا لا حد دابا الناس كيتسحب لهم على ان الشركه كتهضر معايا انا ما تهضرش معايا انا كاين اجونس دو كوم هي اللي كتكون شادانا يعني اجونس دو كوم هي اللي كتبريزونتيك كتبريزونتيك اي بروجي غيكون وكياخذوا البورسونتاج ديالهم ديك لاجونس دو كوم اما الشركه ما كتهضرش معايا انا شخصيا زعما داكوغ دونك ماشي انت اللي كتواصل معاهم باش يقدروا يعيطوا لا لا وهذيك هذيك لاجونس دو كوم ديجا هي واخده اكثر من ديك 21 انا هي واخده النسبه ديالها داك الشيء 21 اللي بقى لك واش 30% واش 20% ما عرفتش دونك الرقم كان يكون اكثر من يكون كبر وي و جماعه شنو الرقم اللي سمعتيه نتايا من شي كولابوراسيون شي واحد انفلونسور دارو بلا ما تقول لنا السميه ديالو ولكن شي رقم اللي كان فريمون كبير وقلتي ويلي كان 100 مليون 100 مليون كان 100 مليون وكان وكان 80 مليون على قبل ستوري ماشي ستوري على قبل ستوريات وفيديو فيديو في يوتيوب فيديو في يوتيوب وستوريات وصلت 100 مليون وي كنت صح تعرفهم مزيان والله اقسم بالله كنعرفو انا كتعرف دري مول 100 دري ومول 80 بنت والله يسهل عليهم صح راه يستاهلوا مالو يستاهلوا كل خير ياك ما خداوهاش لشي واحد ياك شركه اللي عطاتها لهم بكامل الاداره بالعكس عادي بالعكس انا كنفرح ملي كنلقى لي زانفلونسور وصلوا لهذا لو نيفو فهمتي لان هذا الشيء كاين في برا في اوروب وفي امريكا هذا الشيء كان قديم دابا حنا يلاه ولينا وملي فرح لهم قلنا بسميتو لا مقدر شي يكون عرفتهم يقدروا يعجبهم الحال الا قلت سميتهم ما نقول سميتهم ولكن تخاف هو يتقلق يمكن ما باغيش من هذا الشيء يبان عليا ولا شي لعيبه ولكن دابا شوف دابا كتشوف انا ماشي انا بالعكس الله يسهل على اي واحد وانا اي واحد راه رزق والله سبحانه وتعالى ما كتشوفش باللي واحد الطبيب مثلا اللي درس دار 7 سنين وقرا في واحد البلاصه ومشى وضرب تماره وكذا باش يجمع 100 مليون خصو تقريبا واحد 10 سنين ما خصو واحد 7 سنين ديال الخدمه 8 سنين جيت تاك دير ستوري فيديو كتبان لك جوست وراه شوف هو الفيلم انجينير ديتا كتلقى مثلا صالير واعر مو ماشي صالير زوين كتلقى فاهمين نديرو حسبوا دوك كتشد سيدي 30000 درهم في الشهر ياك 50000 في الشهر باش جمعها صعيبه شويه هو شوف هو انت دير في ستوري وفيديو عمرنا ما كنقارنوا الفن بليميتي ماشي فن هذا نصير لا فن ماشي فن شنو فن فن كتلقى واحد كيدير واحد المحتوى مثلا غنائي ولا فن حتى ماشي ولا نعطيك مثال دابا مغنيه مغربيه ولا شي واحد كيغني عرس خليجي كياخذ فيه 60 مليون 70 مليون هذا فن هذا يقدر يقول فن تقبلوا انه فن هذا كيتسمى صانع محتوى راه كيدير واحد المجهود ما كيعجب اجي نسولك واش ما كيعجبكش مثلا ما كيعجبكش عادل تاويل عادل صاحبي كيعجبني الكونتوني ديالو هذا كيتسمى فن ولد 100 مليون لا ما عرفتش هذا كيتسمى فن الله يسهل ما كتعجبكش مثلا شي واحد اللي مثلا فيصل فلوغ كيدور وكيدير صانع محتوى مثلا طه ايسو اش غنسميو هاد الناس شنو غنقولوا لهم ولكن ماشي فن ماشي فن ماشي فن عطيني اسم هادو كيديروا صناعه المحتوى حتى هو كيتسمى فن علاش سي با نغ لا لان باش تصنع محتوى بلاتي دابا ولكن كاين اللي كيعجبني كيصب على الناس انا كيجيني صانع محتوى اقوى من فنان نقول لك علاش لان صانع محتوى كيصور وكيدير الاخراج وكيدير المونتاج وكيشوف لا فيزيون ديالو وكيف الانفيستي في الاول من جيبو باش كيوصل اما ملي كنجيبو نشوفو فنان هو كيطلع وكيدير واحد العمل ديالو واحد كيقدم واحد الفن ولكن كاين طاقم خدام اما صانع المحتوى الطاقم كله كاين فيه واخا نشرح لك انا الفرق ما بين الفنان وصانع المحتوى الفنان كيدير واحد كيديروا مثلا واحد الفنان ولا كيدير شي حاجه والناس اللي تيقلبوا عليه ياك دونك الناس تيقلبوا عليه صانع المحتوى كيدير شي حاجه وهو تيقلب على الناس دونك الفرق بيناتهم اخذوا العطاء دابا انت غدير مثلا فيديو لما شكون ما تبارطاجاش لك راه خصك تقلب على الناس انهم يدخلوا وتبارطاجاو ويتابوناو عندك باش تقدر داكشي ديالك يتشاف اما ملي كدير فنان راه داكشي راه كيتمشي بوحدو لان كنت فنان عندك واحد الموهبه ملي كتولي انه اليوم انا انفلونسور فنان فاش انه ياخذ فلوس فانه ياخذ مبالغ طائله اسمح لي انا الراي ديالي واسمح لي حسك حسيتيهم بزاف لا والله ما حسيت شي واحد ما تنقول لك شوف تنقول لك انا بعد مرات ودابا سمعتيهم انا صاحبي لا اسمع لي اسمع لي اسمع لي انا كنشوف كنشوف شوف نقول لك جوج كلمات باش نقول لك انت شوف كلمات ايهاب امير انت نقول لك جوج كلمات وغنمشي
حيت قلبي ما كايناش شي شركه في العالم تخرج بها. والله باش نرجع لك باش نكلم ما قلتي حسيتيهم حاجه لا واش كون حسيت شي واحد لا الجمهور المستمعين راه حسوا بك صح لا 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 خرجت من وحده ودابا اسمعني ودابا اسمعني دابا اسمعني علاش كنا كيبقى انا كندافع كندافع على بعض كنشوف شي حاجه ماشي جوست كنقولها انه باش تجي مثلا كاين بزاف ديال خدامي اللي ما واخدينش حقهم كتلقى مسكين انه محامي كتلقى انه ما عرف شنو كيدير وما واخدش حقه او ديك الخدمه اللي كيدير خدمه بصح ماشي على واحد يجي اها سلام سلام ستوري البنات ميتو فيديو زوين هذا واش دابا وما كاين مشكل ماشي على لي انفلونسور بالاكثر رزقهم المشكل على الشركات اللي كيعطيو المبالغ الماليه الطائله لشي واحد اللي ما كيتسالوش ما كندويش عليك كنشوف شي ديال الناس نقول لك علاش قول لي لان داك حسيتهم ما سد اخويا هذيك الشركه انا شركه بناء انا هذيك الشركه واش فراسك هذيك الشركه هذيك الشركه فيها واحد الناس بزاف اللي كيخطوا هذا البيدجي فين غيخرج كون شافوا داك البيدجي غيمشي لذاك الفنان اللي كتهضر عليه وغيستافدوا منه غيعطيوه لذاك الفنان ولكن شافوه هما الاستفاده ديالهم في الانفلونسر لان الانفلونسر عنده سيدي واحد الناس كيتابعوه عنده واحد لونغاجمون عنده واحد كيوصل واحد الريتش اللي ما كيوصلش ليه الفنان واخا دابا انت غدير لك انك مابقاش دير كولابوراسيون عجبك الحال ما نبقاش ندير لك كولابوراسيون والله ما عندي اشكال ما عجبك الحال لك بربي الكعبه ما عندي ايوا انت دابا انت مزيان دابا انت مصح مع راسك واحد اخر ما يعجبوش الحال لا وانا اصلا قلت لك انا نهار الاول انا معول على راسي ماشي على انستغرام شوف ملي كتكون ملي كتكون مؤثره سينوسير راه ماشي ملي كتاثر زعما بديك يعني بدوك الناس تابعينك الناس كيف ما طلعوا كيف ما غادي يهبطوا متفقين على هذه القضيه شوف انا واحد القضيه باش ما نكون واضح هادشي ديال المؤثر هاد الكلمه انا كتجيني ما عندها حتى شي معنى حتى شي واحد ما كياثر على شي واحد دابا كتقول علاش كتقول دابا انا حسدت فيهم كياخذ حاجه واحد غير كيقول لك جمهوري اخر صاحبي كياخذ لا وكيجي وكيقول لك جمهوري ما كاينش جمهوري هذاك اللي يدير لك فولو ما كتقولش جمهوري شكون كتقول جمهوري لا الناس علاه ما كتقولها علاه علاش كتقول جمهوري هاي جمهوري لا لا صاحبي عصام مش ما صاحبي عشيري سبحان الله لا لا والله خدمت معاه راه كنقصد انا كنقصد لا عصام مش ما شوف لا كيقول لك الفنان الفانز ديالي لا جمهوري وهذاك اللي يدير لك فولو داير فولو الفنانه كاملين وراه بيان سور انا راه نقول جمهوري هي واحد دير لي فولو انا راسي هذاك هو اللي زعما كيتابعني انا ما كاينش جمهوري كلشي كيتابع كلشي انت دير زيد راس اوج العطاء ملي كتكون مع العشرين ملي كتكون مع العشرين ما كيطلبجيني كتجي حسيتهم شكون وبقات فيك صاحبي لا مش بقات مش بقات فيا ما عندك ما بال اخرى لا اسمع اسمع تعجبك هذه سوفيا فراسك اللي خدام 300 مليون كيخد 400 شكون عارف هذه القضيه دابا واش بتصلح زعما ديك اللعيبه ديال لا لا ماشي ماشي لا ماشي ماشي غنصح معاهم كيخد 300 هذا ماشي يعتصب علاش تعصب كيخد 400 وهو خداها والشركه عطاتها ليه حتى علاش وكاين خدام مليار دابا الشركه عطات 300 مليون وواحد خداها ولكن انت راني علاش تعصب ما معصب ما والو انا غير كتب لي كتب لي بزاف وارتاح صاحبي كتب لي بزاف وقول الله يسهل عليهم ما تعرف ربي انت شي نهار تاخذ 300 صاحبي وامي الله يسهل على الجميع غير انا كتجي اوفر واش دابا بغيت انت واش دابا تجي تبغي تاخذ انت نتعصب ما ناخذش انا علاش ناخذ انا باش ناخذ انا براسك لا كان ام دابا شتي دابا علاش ما تاخذ دابا لا دابا تدخل دابا تدخل باش تكون الشركه تبني ولا نعطيك 300 مليون تصور لي الرايه جوار انت اصلا انا اصلا انا محتاج ديك الشركه اصلا باش ندير لها اشهار تكون عندي شركه تبني ولا تعطيك يا جوار تصور لها انت سيدي انا نجي نبني لك انا عام فابور خاصك تبني لك فابور ولكن شوف شوف بعض المرات انا كيبقى فيا ماشي بالعكس واحد كيستاهل الله يسهل ياخذ كل اللي بغى ولكن شي واحد اللي فريمون يعني كتلقى انه المحتوى ديالو راسو خاوي اصاحبي فين نشوف فيك هذا سي فري كاينين كاينين وحدين والله ما كيستاهلوا يا ربي تسمع لي تدعم وكيبقى يتحبر راه المشكل اللي كيعصبني اكثر هذا هو الشيء كيضرني انا هو كيسحب راسو صافي وصل راه انت اولا المستوى ديالك فارغ انا ما كنهضرش على السميات باسكو السميات يعني خلينا اخويا نصير خلينا انا مش كنتعصب شويه بحال انت كتعصب انا انت والله الا خويا مرتاح والله مرتاح حكي شي ملحت المسمن ديال الوليده من هناك المهم راه عندي واحد شركه النقل اللي بغيتيها تنصيفط لك ندوك مسمن تاعو بورطي مزيانه الله الله لا ارجع لك الموضوع اللي كنا كنتكلموا فيه قبيله قلت لك انه الانسان شوف كيف كيف كي كيفتخر بال يعني بافو كيفتخر بشي حاجه ما عرفتش كي غادي نشرحها وما عرفتش كي غادي نقولها باسكو حنا في الراديو بيان سور خص ديسكور يكون مزيان ولكن انت عندك المستوى الثقافي ما كتعرفش تهضر يعني قدام الكاميرا ما كدير حتى شي حاجه ما كتفيد الناس فاش غتفعل لنا كولابوراسيون ديالك دونك هنا المشكل ديك الشركات اللي كنشوف كيقلبوا على الناس هادي متفق معاك ولا كيتشهروا على والو انا كنهضر لك على صحابي اللي انا كنعرفهم اما انا باش اماش حسدهم انا ما حسدهمش الله يسهل عليك كل الخدمه ديالو لا لا عارف ديالو كنضحكوا صاحبي واش حاجه لا قلقتيني لا لا وحتى فاني مع ناني صاحبي لا دابا فاني دابا تولي هنقر مع هنقر هنقر نولي هنقري مع ناني لا الحلقه الاخرى صاحبي خاصك تخرج ضحك قول لي قول لي قولش واش ما كيفاش كاينين شي وحدات ما كيديروا والو لا كاينين 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 لا ولكن باش نقول لك واحد القضيه اخويا ناني شوف شوف واحد القضيه باش تكون عارف هذوك اللي عندهم اللي ليماج ديالهم مسخه راه ما كيخدموش معاهم شركات كبار هادشي اللي باغي نعرف لا شركه الهواتف ولا شي شركه بلا ما نذكر الاسامي اللي كتكون شركه كبيره
رمي ما عمرها ما غتمشي عند واحد اللي كيدير تيك توك وكيدير كبيزو جامي غتقول لي كيخدموا ديكولاب ديال جلالب ولا تخدم محل ديال الحوايج ديال شي حاجه ولا غيستو ولا ولكن باش تقول لي غتبان في بانو بوبليسيتير ولا غدوز التلفازه ولا لا كيختاروا داكشي عطاك عطاك ليكزومبل عطاك ليكزومبل والله العظيم كنهضر لك دابا سيريوز الله يسلم معاك انت عطاك ليكزومبل انت باش دير سميتك اليوم في المغرب باش دير سميتك في المغرب الوغ ماشي غير جو دير سميتك بريميرمون كونتراكتي تمارا والناس غادي يكونوا عارفوك دونك ما كنهضرش دابا هاد الناس اللي داروا سميتهم الحمد لله واللي واصلين واللي معروفين واللي الناس اللي شافوك مثلا في الزنقه تيقول هذا كنعرفو غادي نقولوا المهم انفلونسور ولا نقدروا نقولوا كرياتور كيدير يوتيوب اكسترا مي تنهضر لك على واحد النوع ديال الناس اللي هو يعني ما دابا حاليا ما واصل والو كيسحب راسو انه صافي وصل لوادو باردون قطع الواد ونشفر رجلي دونك هذا النوع هذا هو اللي انا فريمون ما كنبغيش هو هذا هو اللي تعصبني لانه انت ما كتفيدش الناس لا بروف باغ اكزومبل حدا البارح انا تصاوب واحد الشركه من الامارات وبغاو يعني بغاو الكونتاكت ديال المون بافيز ديال ياسين عمور اللي كان جاري تحيه من هنايا دري زوين دري تيبغيو الناس دري عنده واحد الخفاء كيعرف يهضر مع الكاميرا تيبغيو الناس عنده واحد القابليه دونك هذا عطاته 700 مليون الله يسالي الله يعاونهم واحد اخر كاين واحد اخر بحاله تيبغي يقلدو ما جاتش معاك داكشي شوف شنو نقول لك ميساج من بونس يعني انت ضد على شي واحد اللي مشهور بخوا الخاوي اللي راسو خاوي وكيجي كيجيه دعم كبير من عند الناس ومن عند هادشي اللي كاين غادي نتفقوا معاك هادشي اللي كاين والعتاب تيكون عند هذوك الصحاب اللي كيديروا الماركتينغ في شركات الله يديهم تا هو الله يديهم الله يديهم يعني اون ليو مثلا غدير اشاره وغتجيب انفلونسور تعطي مثلا واحد 60 مليون وطي واحد 300 مليون هاد المبالغ ما كتعطاش لهذوك صافي ودابا بلاتي لا كاينين كتعطاو يعني غتمشي انت غتعطي للناس تعطي لهاد الانفلونسور وصير اخويا دوك اللي خدام لي سالاري ديالك زدهم انت 300 درهم لواحد ما غاديش يفرحوا ما غاديش تكون لا غونطابيتي اكثر ما غاديش يوليو يشوفوك ويجيو فرحه يجيو خدمه وهم فرحانين وخدامين مزيان زدهم انت 1000 درهم يعني داك فلوس ديال الماركتينغ اللي كتخسر ودوك اشارات ويوتيوب وانا عطى لي زومبلوي من الاولين المهم هذا واحد الموضوع كبير اللي فريمون انا عندي فيه واحد ماشي عندي واحد لوبينيون مي لا شوفي اتفق معك لا هضرتك على صح والله لا هضرتك على صح اللي كتهضر على هذوك اما من حسن وما حسنش قسما بالله العظيم انا بعيد كل بعد ورسق والله شوف انا قلت القضيه راه كيس قسما بالله العلي العظيم اخويا نوصل وحصيمين انا والله ما كاين نقص لك عمر وما كاين نقص لك رزق ديالك تاخذ ما كاينش نقص لك عمر ما كاينش نقص لك رزق نهار غتجي الاجل ديالك غتموت سالات ونا غير القيس لو ما تقطع الرزق ديالك سي فري سلافين مزيان ما تكحبش علينا اصاحبي صافي كاع اصاحبي حفشينا كاع درنا بزاف اصاحبي قول اخويا واش باغي تقول كاع سير اخويا الله يعطيك شي مليار امين 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 والله انا والله ما انسان انا والله ما مادي انا نموت على الفلوس ولكن والله ما مادي اتلا ولا كتبغي الفلوس انت لا وكتبغي الفلوس ما تبقاش تقول واش كدير اي كوميرس ودابا انت قلت باك تهضر في داك الميكرو تهضر في ابو راس ابو سي خويا المدير عندي قويس ها كلشي كيخدم على الفلوس اي واحد كيخرج كيقلب على طرف الخبز اللي مهم هو يكون حلال ماشي كلشي المهم يكون داك الشيء حلال الفلوس ماشي هما الحياه دابا تا جاب الحياه الهضره انت كتقول لي خدام على قبل الفلوس ولا كنخرجوا صاحبي كنجيبوا طرف الخبز صاحبي وشنو واخا دابا حنا ما كتقلبش انت ما كيهمكش فلوس ياك ماشي ما كيهمونيش الفلوس والصراحة عزاز عليا عزاز عليا شوية وكان واخا واش داك انت شي تلاقى ستيما واحد من الملياردير سيمو لايف اللي ما كتبغيش فلوس ما كتهمكش الحياة ودخل عندي دابا سولتيني على الموضوع حسبتي واقيلا حسبتي شكون لا لا بلا حسبتي دير انت غدير نوس كان انت غدير نوس لا والله الا كان لي شرف كان لي شرف نكون في ليفينمون ديالو كيفاش تلاقيتي بعدا مع سيمو لايف؟ سيمو لايف تلاقيتو دابا شي عامين هادي كنت دخلت معاه في واحد البلاتفورم ديالو وداك الشيء المهم كان واحد العمل بسيط بيناتنا ولاقتنا الايام صافي مشيت عنده الرباط وتلاقينا وهضرنا وبقات العلاقه بيناتنا كندوي في واتساب وداك الشيء ومن بعد اكتشف على ان الشركه ديالي غدا مزيان وكنبيعو مزيان في المغرب والبرودوي ديالنا لي برودوي ديالنا خدامين مزيان وقال لي واش تبغي تطلع معايا سيغ سان كندير واحد ليفينمون كنحضر فيه 5000 ديال الناس هنايا في كازا وكانوا الناس كاملين اللي في المجال ديال الاي كوميرس وكما خليتي انت التجاره الالكترونيه وقال لي واش تبغي تطلع معايا سيغ سان ونهضروا على التجربه ديالك وكيفاش بديتي وكيفاش كذا وكان لي شرف طبعا كان لي شرف ان نكون في هذه القضيه كيفاش دير التعامل مع هذا بزاف ديال الناس كياخذوا واحد النظره على سيمو لايف كلي كيجي مغرور كيجي في العياقه كيفاش دير انت في التعامل والله الا سيناريو شوف سيمو لايف ذكي هذاك الانسان كنعتبره من الناس الاذكياء علاش اللي محدود اللي وصل للبروفوكيك كي بروفوكيك باش انت باش ياتيريك باش انت تمشي معاه في الخط ديالو
لانه الا جاي يهضر بطريقه عاديه ما غيكونش داير بلاصتو، فهمتي؟ هذيك طريقته راه كل واحد عنده واحد الطريقه ديالو. كاين عاوتاني الناس كاين اللي كيتقبلها كاين اللي ما كيتقبلهاش. يتقبلها ما يتقبلهاش سي مون لايف داير بلاصتو في المغرب، بغا وما بغاوش يعني كيبقى انسان ناجح فهمتي. ورغم انه كيبين النجاح ديالو غير واحد الكوطي، كاين نجاحات اخرى ما كيبانوش. مثلا ما داكشي ديالو فهمتي، ما كيبينش كلشي بحال بحال داكشي ديال تايلاند وداكشي. تايلاند واعره تايلاند. هذا غادي تايلاند. هذا تايلاند بحال داكشي. سميت اللي كان مشى لتايلاند فرعون وبرقل وفرعون برقل. كاين ناس متقوا شي. شوف دابا هذه فكره ذكيه. واش دابا انت كتعرف الدري اللي صيفط؟ ما سير زهير. زهير هذا حتى هي كبيره. زهير خلاه. شوف دابا باش تشوف دابا مثلا فرعون وبرقل هما واحد جوج اللي بعاد على البيزنس والكونتوني ديالهم وحياتهم ولونتوراج ديالهم بعاد على الايكوميرس بعاد. هو علاش اختار هاد الجوج؟ باش يقول لك شو هاد الجوج اللي هما بعاد على هادشي وغيقدروا يدخلوا الفلوس من التجاره الالكترونيه. انت تقدر دير هذا هو الهدف من ان نجيبوا برقل وفرعون. انت ما عندكش مبادئ. انت ما عندكش مبادئ. شكون انت تبع الفلوس؟ انا لا وضحك حقيقه حيت كيقول لك تربح. لا كنقرا لك اخويا ستورم. ياك كشفال ستورم ياك كاين وما كايناش. كشفال ستورم تحيا للصديق اللي معاك. لا دا سفيان صاحبي. سفيان العشير الله يعمرها دارك. هذا اللي كتشوفه راه ساوي الفلوس. وبيان سير ساوي الفلوس. والله الا ساوي الفلوس. راه قلت لك انت ما عندكش مبادئ، انت تبع الفلوس. هضر خدام معنا دار مشى من الخدمه ديالنا راه صافي نشوف هايت. ياك شنو هو الضلعه الصحيحه؟ الضلعه الصحيحه. نصير خويا الوقت كيدوز دغيا. مي جينيرالمون اليوم ليكسبيريونس ديالك مع سيمو لايف يعني عاونت في حياتك يعني انت؟ وي سيمو لايف صراحه انسان بوزيتيف. ملي كتلقى معاك كتحس براسك انت بوزيتيف فهمتيني. ما نكذبوش على انه ولد دخل التجاره الالكترونيه في المغرب وكيعاون شباب بزاف. والاول هو سي فري الاول باسكو كاينين تيقول لك وحدين اخرين. مي لا كانت كانت التجاره الالكترونيه ما كانت ما بيناش نقدروا نقولوا هو اللي بينها ولا شهرها اكثر فهمتي. ليكسبيريونس ديالي معاه كانت زوينه بزاف وعطيت داكشي اللي قديت عليه سبحان الله بزاف ديال ميسي فونسي مزيان. شكون الانفلونسور اليوم رابيدمون خويا نوصل الانفلونسور اليوم اللي صحابك وباقي بعلاقه معاهم؟ صافي شرف كتهضروا مره صافي لا كنهضروا ديما. صافي شرف عزيز عليا بزاف صديقه ديالي وهي الانسان الوحيد اللي كنسافر معاها خارج المغرب. كنسافر معاها وقالت شكون سليم قبل ما يتزوج. علاش قلتي قبل ما يتزوج؟ شحال هادي؟ حيت كنعرف بقيت كندز معايا في ليميزون. ماعرفش انا وياك كنا مسافرنا كنا مشينا نديرو اشهار في واحد البلد اخر. اشهار بيان سور. بيان سور انترناسيونال. انترناسيونال سيد قلت لك عند الفلوس اقول لك بلي كتقول لي عماك معاهم ما شديش معاهم. شكون اصدقاء دراري؟ اوكي بزاف صراحه. سالم حمومي كما قلتي، حمد الشروقات، كلشي انا صديق الجميع لانني كنبقى بعيد ما كندخلش معاهم ديك العباد. انا نخرج نشرب قهوه يلا نتلاقاو يلا كنبقى بعيد عليهم. كنتلاقاو في لي زيفينمون كنسولوا في بعضياتنا في الاعياد وكتبقى العلاقه زوينه. اش باش منك نوصير يعني انت كنعرفك عندك مع الدخلات وداك الشيء ويعني تبارك الله كتعرف عندك حريمي شويه. اش باش في التلفازه ولا في السينما؟ درت لعبت بطوله انا باقي ما قلناش. ودابا قلت لك علاش ما شفناكش دابا مازال ما خرجتش. لا انا لعبت مسلسل فومبيريا مع بزاف ديال الممثلين. لعبت حقول لك درتي اللحيه. لعبت مع بزاف ديال الممثلين. طارق استاذ طارق بخاري، فاطمه زهره الجواهري. كانوا ممثلين كبار. يونس بن زاكور كان فيلم غيشوف مسلسل غيشوفوه الناس بعيد كل البعد على هذا الشيء اللي كيشوفوا دابا. مسلسل ديال مصاصين الدماء انتاج مغربي امريكاني. غنوريك لافيش حصريه راه تشوفها انت معايا. داك انت هو مصاص الدماء. كنت انا مصاص الدماء وانا مصيتي دمي هذه الحلقه يعني. واللي غيتفاجئوا فيه الناس هو انهم اللي يقراو الجينيريك غيقراو سيناريو نصير خلفان السيناريو ديالي. واش ما عيطيش ليا؟ واش ما عيطيش نمشي فيه شي دور؟ واخويا نعيط. انت ما صديقش؟ كانت معايا في البطوله سلمى السيري. سلمى السيري و جو بونس حتى هذا عثمان فومبيريا. فين كنت انا؟ تا شتي كلشي ما شتيش. لا اخويا نصاب. انت هو هذا كتشبه شي مغني مصري يا صاحبي. شكون؟ والله ما كتشبه راسك. أنا تبدلتي. كندير فلتر في الحقيقه. قلت لك وتيق لي والله الا كتبان مبدل اصاحبي. مثلت مدمدم تبارك الله. وانا اصلا مدمدم غير دمدمت دمدمدم ديما انت تبارك الله عليك. دوز كاين اللي زافيش واحد اخرين. امتى غيخرج هذا الشيء؟ هذا الشيء غيخرج قريبا ان شاء الله. نتسناو البوست برودي كملوا العمل ديالهم. ايوا ان شاء الله غتخرج. شوفوا داك الشيء. ماشي فتح حاجه خذ راحتك. الله يحفظك ليا سير التليفون ديالك. ما سكتش بك نصير. هادشي انت قلتي ماشي في رمضان. ماشي في رمضان. لا غادي يكون زعما في سيغ يوتيوب ولا يكون شوفوا في التلفازه ولا نتفليكس. وي
باوي سي بيان باوي وهادشي بغينا بغينا نشوفو هادشي باش تفرح ملي كنشوفو يعني اعمال مغربيه تكون في نتفليكس مزيانه لكن اعمال ما كاين داكو دونك غادي يدير لكم ترجمه تما بالانكلي والجابوني جميع اللغات ناني انا سي برافو عليك والله برافو عليك الله يحفظك هذه 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 خبر كتفرح هادشي اللي بغينا بغينا انه الاعمال المغربيه يزيدوا ينتشروا اكثر نصر خويا ما سخيتش بك حتى انا ما سخيتش بك والله صافي فريمون بليزير والله الا نخليك كلمه اخيره اخويا عارفني شوف حنا كنا كنضحكوا راك عارفني والله عارفنا كنضحكوا الناس ما راه كنضحكوا بعض المرات راه شد فيها شد في الدنيا صاحبي صاحبي خوت الحمد لله تفضل خويا والله الا بغيت نقول الناس شكرا بزاف حيت تنطوا لينا شكرا الناس اللي كيتصنتوا لنا في الطاكسي في الطوموبيلات في التليفونات فيما كنتي كنتمنى نكونوا كنا خفف على لا 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 على القلوب ديالكم على القلوب ديالكم وعواشركم مبروك